السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين ناخد مثال لفكرة الريد لاين وريد لاينز ومعاهم حاجة اسمها تل. نقول بسم الله، أنا مثلا عندي هنا آخد مثلا اكزامبلز مختلفة، مش مشكلة. هقول مثلا ده نعمله اكزامبل رقم 15، تمام؟ اكزامبل رقم 15 ده عايزين نعمل فيه ايه؟ هقرا فايل عادي جدا مفيش مشكله، و ار ريد واس فايل مفيش مشكله خالص، و هقرا منه 7 بايتس. لا، انا هقرا المره دي بريد لاين. عندنا ريد لاين وريد لاينز، فريد لاين هتقرا لي سطر، خلاص عرفنا. انا عايز في حاجه اسمها فايل دوت تل، خلاص. وتل دي بتقول لي هو واقف فين بالظبط. طبعا يعني ايه البوينتر، في حاجه اسمها فايل بوينتر. فاكر لما كنا بنريد 7 وكده ريد 7 وكده ريد 7 وكده ريد 7، هو في بوينتر بيتحرك. اما اول ما قريت 7 البوينتر بيوقف عند الحرف الثامن، عشان ما يجي يقرا من اول الثامن. لما تيجي تريد تاني يقرا من عند حرف الايه اللي بعده، وهكذا. فالتل دي بتبقى عارفه انت واقف فين بالظبط، بتبقى عارفه انت واقف فين بالظبط. فقلت له تل. طبعا انا لو جيت قلت له برنت الفايل تو تل، طبعا اول مره المفترض يبقى التل واقف عند ايه؟ يعني واقف عند البوينتر بتاعي، واقف عند زيرو. ده الصح. لو انا طبعت كده تل بقى بعد اول ريد لاين، المفروض بعد ايه اللاين اللي انا قريته، اللاين كله، صح اللاين كله. بس انا هعمل ايه؟ هعمل برنت للكونتنت ده، يعني هطبع السطر اللي قراه وبعدين اقول له قول لي انت واقف عند البوينتر عند كام؟ خدت لي بالك؟ بعد كده اقوم جاي اعمل ايه؟ هعيد نفس الكلمتين دول الجمال دول. ادي دي اول واحده، صح؟ اثنين ثلاثه هات اربعه، على ما اعتقد هم كانوا ثلاث اسطر تقريبا يعني. هو احنا ليه كده؟ احنا جوه ويز لازم يجوا جوه كده. انا قريت 4 مرات، انا عارف ان اخر مره دي هتبقى فيها مشكله، يعني ان هيبقى الله تقريبا كان في 3 اسطر في اليوزر فايل ده تقريبا. تعال نروح نشوف. كان في 3 اسطر، تمام. طيب خلينا على اكزامبل 15 ده، نيجي نقول طب عايزين نجرب، ولو عملنا كمان مره يعني ايه اللي هيحصل؟ احنا هنخاف يعني هيضرب في وشنا يعني. قمت له كمان مره يعني 5، عشان ممكن يكون في اللاين الرابع اللي هو انتر فاضي. انا عايز اعدي الانتر بتاعتي عشان اشوف اللي هيحصل معايا بالظبط. واجي هنا طب قايل له ايه؟ ران 15. ايه اللي حصل؟ اول حاجه قال لي قبل ما تقرا اي شيء انا عند لاين زيرو، عندي زيرو. بعد كده طبعا قال لي انا عند 12. ازاي عند 12؟ قال لي عد، ادي 1 2 3 4 5 ادي 6 7 8 9 10 وفي انتر اتخذت 10 11 والله على بعض، اللي هي كانت اللي هي من الاخر مكتوبه كانكودنج فيرست لاين وسلاش ان اللي هي اللاين الانتر. فهو واقف عند 12. قلت له ماشي اقرا لاين. قام عمل لي ايه؟ ادي ايه اللي بعد واحد، ادي كان 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ادي 24 كده واقف عند 25 وهكذا. طب قرينا الثالث قال لي واقف عند 37 وطبع لي فاضي. طيب جينا اقرا تاني قال لي واقف عند 37 وفاضي 37 وفاضي 37 وفاضي وخلاص اخره كده. وبالتالي هو مش مهما تقول له ريد لاين ما بيقدرش يريد الايه؟ يريد اللاين. فهو اخر اللاينز بتاعته زي ما اتفقنا هو كان واقف عند كام؟ عند ال 37. طب لو انا غيرت البرنامج ده، غير فيه حاجه بسيطه، قلت له انا مش عايز كل الكتير ده الجميل ده، انا عايز اقول ريد لاينز. وريد لاينز على فكره بترجع لي ليست، يعني هي بتريتريف ليست، يعني كنت ده بالنسبه لي بقى ليست. انت بقى عارف بقى ليست اشتغل معاك عشان معاك زي ما انت، تمام. انا بس عملت تل قبل الريد لاينز وتل بعد الريد لاينز، تمام. وجيت قمت عامل ايه؟ لا مش عايز 15 انا عايز 16. انا هرجع تاني اقول له رن واختار الفايل رقم 16. تلاحظوا عمل لي ايه؟ اول سيك كانت بزيرو، اخر سيك اسف تل بسيك. سيك هنشرحها ان شاء الله كيف في الفيديو اللي جاي باذن الرحمن.
التي اللي جابت معايا زيرو وبعد القراءه 37 مظبوط. وطبعا عمل لي لسته، وتلاحظوا ان الانتر مقروءه مع السطر اللي قبله، الانتر مقروءه مع السطر اللي قبله، وفيها ثلاث ايه؟ ثلاث اسطر او ثلاثه اليمنتس جوه الايه؟ الكونتنت اللي هو بالنسبه لي از ليست واقدر اشتغل معاك ايه؟ كليست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.